السلام عليكم، كديرين؟ لاباس؟ كديرين مع الصحة؟ هانيين؟ كديرين مع شي قنطة ولا قنطنا؟ عرفتي قنط؟ شنو قال لي واحد الراس؟ شعل الكاميرا، ساجي سنعمر واحد البريري داتاي، قلت نشعل الكاميرا ونجمع معاكم شوية، بعدا نتوانسو شوية، والله إلا نبقى نهضرو، نبقى نهضر في الكاميرا كاين شي حمقة. مهم قلتلها المهم شنو نقول لكم، والله العظيم قنطنا وهادشي باقي جار، والله العظيم حيت باقي تيولو الحالة تيتزادو كتار ولينا مخلوعين، والله العظيم قنط قنط قنط. عرفتي دابا شنو درت؟ دوشت انا وريتاج وساعدتي دوش دابا، بالي قلت شنو غندير، ها نعمر بريريت ونجمع مع المتتبعين ديالي، خواتاتي وخوتي وصحاباتي وكاع اللي تيتفرج فيا، تنشكرو تنشكرو، والله يحفظنا ويحفظ الجميع. والله شنو نقول لكم، قنطنا قنطنا وباقي تيبان ليا يجرو عتاني شي شهر اخر ولا شي شحال، شي 20 يوم. شنو نقول لك، صافي انا وصلت ليا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلت ليا العظم. مولفاش نجلس بزاف، مازال انا البارحه خرجت البارحه صورت واحد الفيديو، راه باقي ما رميتو، باقي ما مونطيتوش، حيت مونطي راسي وعشيت الطربيه. شنو نقول لكم، والله ما بقيت نسالي ولا تنحك راسي، ما تنعسش مزيان بالليل وتنعس هذاك الصباح، ملي تنعس الصباح تيمشي ليا النهار، والله غير تنوض بكري وخاو دابا ساعه تيقرا تنوضو، وبعد المرات الا كنت عيانه ترجع للنعس. سيري حبيبتي، سيري قلتي حيدي رجلك من الارض، سيري شو النعناع حراج ما شهيتكم فيه، سيري. عشان نسولكم تتكتبوها لي في الكومونتير، انا تنردع وتنحمق على اتيب النعناع، واش ما يدير للدري والو النعناع، حيت قالت لي الوالده ديالي راه ما مزيانش النعناع، ولا ديك المره واحد الفيتامين ولا هذوك اللي كانت عطاتو بالاعشاب فيها النعناع، فهمتوا هانتوما شو النعناع حراش. نعمر البريريد شريته هي مدوشه، تتوريكم شعرها الشي الزين ديالي، الشي الجمال ديالي، هاتي تاجها لا ما طلعيش بزاف، قولي لهم هو هضري معاهم هضري. السلام عليكم، قالت لكم واش زوين شعرها، ياك شعرها زوين، هانتوما بحال غسلت دابا، هانتوما تغيرها هو شفتي تيتوكله، قالت لك هي بغات بحال شعري، بغات شعري، قالت لك بغات شعرها بحال شعري، قالت لك شعري ياك. يلا سيري بلاتي نعمر اتي ونمشي، تولي تساعد حوايجو راه في البيت، راه حطيتوني في البيت ديالو. يا واش نقول لكم، والله الا وقنط قنط قنط بزاف وصافي، ما بان لي شي باقي تيجرقوني الناس، حابسين دابا المشكله حنا جالسين في ديورنا والناس الناس ما جالسينش في ديورهم، والله الا الله يهديهم وصافي. دابا شي تيمشي دابا شي غادي على شي، دابا حتى الدراري تيضيعوا في القرايه، ما بالنسبه لديك القرايه تيقراو الدار ما كاملاش، ما ماشي شي حاجه ما كاملاش، يعني ماشي بحال في المدرسه تيقراو ساعه ونصف عند واحد، يعني كل العربيه ساعه ونص، فرنسي ساعه ونص، هذه الرياضيه ساعه ونص، عاوتاني الحصه تتكون عند لونغلي، يعني تتشدهم في قسم. بالنسبه دابا الساعه في الدار يعني شنو نقول لكم، ما كافيه الساعه، كل وحده تدير ساعه، هي جوج، هي عربيه فرنسيه فرنسيه، قلت لكم ما كافيهمش القرايه ديك ديال هنايا في الدار، ما كافيهش، ماشي بحال في المدرسه تيدوزو 6 سوايع ديال القرايه. سير لا ها بلاتي ني ماما، ها سير شنو درتي، والله صافي سيري خليني نعمر اتي. ها انتم بغات توريكم شعرها، ها انتم يلا 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 شي يلا سير خليني انا انجي، انا دابا غنسالي الفيديو وانجي. قلت لكم الصباح درت واحد صايبت خبيزات اللي صورت لكم دابا راه كاين في الفيديو، وما كنتش ما بنتش الصباح ما عرفتي فقت مع الطلعه وبحر، خاصني نيشان خاص يرضع، تندير لي رضيع باش يشبع، تنديرها للمهدي وها تندوش لي تيبغي يدوش، ولدي ما باغيش ليا،
يتوضا شي حاجه تيبغي يدوب وش هي، وانا تنغسلش ليه يوميا شعره وتنغسل ليها من هنا لتحت، واش ندوش ليه باش نعسو ها تدخل لنعش الكوزينه. هو فاش صايبت معكم هذوك دوك الخبيزات، نتمنى يعجبوكم، والله الا تيجي حتى الساندويتشات. انا درت مع الدراري، درت لهم طاكوسات وداكشي، انا هذوك الخبيزات هما اللي صايبت مراك، صايبت انا منهم ساندويتشات زوين. تقدروا ديروا فيهم هكا شويه الخس وميطيشه وديروا كفيته ولا النوغات ولا شي حاجه وفرماج. مش معكم الفيديو حيت كنت نهضر معكم في الكوزينه حيت طفى ليا التليفون. المهم هذا هو الخبز اللي قلت لكم عليه، نجي نشاركه معكم. المهم هنا كاس ديال العنبه ديال الحليب والماء دافي، غنشد معلقه مع مرش ديال الخميره غنديرها مع الحليب والماء باش تنفع لي الخميره ديالي، وداك الباء اللي بقى في الحليب غنزيدو في هذاك الماء دافي. المهم انتما شتي القياس كويس ديروا فيه تكملوا به داك الحليب. المهم هنايا في الطحين درت معلقه كبيره ديال السنيده وشويه الملحه على حسب القياس، وخمسه الكيسان ديال الطحين. هذا هو العبار اللي درت انا، خمسه الكيسان ديال هذا ديال العنبه مع معلقه كبيره ديال السنيده، سنعاود معكم مع شويه الملح القياس، والخميره درت مع معلقه مع مراش. المهم صافي نجمع. المهم هذاك الماء حدو قدو جنيني شان عبار. المهم صافي انا دابا تنجمع فيها، هانتوما الماء بحرا حدو قدو بحرا قدني. المهم صافي نجمعها وندلكها مزيان شويه، ندلكها ماشي تسمعوا تليك، المهم دلكوها وصافي. المهم انا سندلك فيها مزيان تنجمع داك الشيء كاع اللي في القصريه، كاع داك الحوايج اللي ديال العجينه. صافي ندلكها وناخذ هانتوما شوف كسن ندلكها صافي، وناخذ شويه الزبده هانتوما شي ندلكتها صافي، جمعت داك الشيء في القصريه صافي، ون ناخذ الزبده. المهم انتما خديت الزبده هينكم ميزانكم، انا درت معلقه كبيره صافي، ونبقى نعجنها حتى ما تبقاش تبان. ما تخرعكمش، نشلخ لكم هكا وتقولوا لا تبقى هكا، لا ادلكوها هكا وجمعوها. المهم انتما ما تخرعكمش، انت تبقى تتجمع هي دلكوها وتتجمعوها وتتقادوا هكا وتتعجنوها صافي، ما تبقاش باين حتى شي حاجه، تبقى العجينه تجي زوينه لينا يعني لينا غزاله عجينتها. المهم انتما العجينه مبقاتش انتما لا زبده لا والو، المهم بصي غزاله. المهم دابا هكا ونخليها تخمر، نحطها ونغطيها بشي ميكا وندير عليها زويف ونخليها تخمر. انا خليتها واحد 40 دقيقه حتى خمرات صافي. دابا نحيد ليها نهويها العجينه ديالي، نحيد ليها صافي. المهم دابا هي فاش حيت ليها الهواء، المهم دابا سرحتها فوق الخامه وصافي، وبديت دابا نقطع فيها. المهم يخرجوا شي 12 وحده، راه حيت حيت واحد الخبيزه النوفل وعطوني 10، هما هي يخرجوا 12 وحده. المهم صافي، وباش دابا نلولبهم دابا نبقى نقطع اللولب. نغطيهم ونخليهم يخمروا، هي 5 دقائق هي 10 دقائق وهذا رجع لهم. هانتوما من خمروا عاوتاني نعاود ندير لهم ونبسطهم بحال نقرصهم ونلولبهم عاوتاني نيشان، وغنديرهم في الطاو. الطاو انا
نيشان دابا نحطهم في الطاوله. ها انتم صافي، ندير عتاني الاخرى ونبقى غادي نكملهم كاملين ونحطهم في الطاوله. الا كانت عندكمش طاوات قسموهم باش ما يتلاصقوش. انا راهي جوج عندي، وحده مع درت فيها الخبزه ديال النوفل، ما لقيتش فين العي وحده اللي خدمت فيها. صافي درتهم في الطاوله، نخليهم يخمروا. صافي هي نخمروا الخبيزات ديالي. دابا ندير شويه الطحين ونديرو هكا، نرشهم بشويه الطحين باش يجيو زوينين هاد الشكل. صافي دابا نبدا نقطع. راه عند بالي تنصور هو راه ما تيتصور كان حابس. المهم انا قطعتهم هكا بالموس، يكون شي موس ماضي يتفلحهم. صافي تقشي وسط منهم طريف الزبده بحال هكا. انا في الاخر نبدا نديرها بيديا باش يتشد مزيان. هانتوما درت الزبده صافي، الفران راه داير، راه يسخن تيسخن مزيان. صافي ورميهم على درجه الحراره 180. المهم هادو هما الخبزات ديالي، جاو غزالين هانتوما تشوفوا بعينيكم. المهم هانتوما انا درتهم على حساب الساندويتشات، ممكن ديروا توست منهم الشكلاط هكا كخضر، ديروهم وسط وطيبوهم. المهم يجيو غزالين. المهم مره مره خاصو تبقى تقلبوا الجنيبات. المهم نقول لكم اش هاد الخبز كي جا غزال. المهم راه كان يخرجوا لي 12 وانا خرجوا لي 10 حيت خرج خبيزه النوفل. المهم انا نتمنى يعجبكم هاد الخبيزات وتجربوهم وكتبوا لي في كومونتير كي جاوكم. المهم نتسناكم تكتبوا لي في كومونتير كي جاكم. المهم انتم لاول مره شاهدت الفيديو ديالي تابونا عندي فلاشين وتعمل لي جيم ودعموني بارطاجيو صحاباتي احباباتي اخواتاتي، بارطاجيو مع صحابكم مع عائلاتكم باش تشجعوني نكمل المسيره ديالي. عملوا لي لايك، بارطاجيو كما العاده، وكتبوا لي في كومونتير. يلا خوتي وخواتاتي صحاباتي وعائلتي، يلا تهلاو ليا فراسكم. يلا ومع السلامة، باي باي.